كلنا لما تنذكر قدامنا كلمة قرصان نتخيل لص البحر يلي بيحول اتجاه السفينة لسلب حمولتها وحامل راية سودا عليها جمجمة بيضة ومغطي عينه. أما قراصنة هالأيام فما منقدر نميزهم بالشكل، وبتكون مهمتهم نسخ وتوزيع واستخدام برامج الحاسوب المختلفة بطرق غير قانونية. هالقرصنة يلي بدأت مع ظهور الشبكات وازدادت بشكل كبير مع انتشار الانترنت عم تتطور بسرعة هائلة وباستخدام تقنيات متقدمة، وهي تجارة مربحة لفتت انتباه جماعات الجريمة المنظمة يلي حققت أرباح هائلة من وراها على حساب الشركات يلي انتهت بعضها بالإفلاس. ومو بس الشركات يلي عم تتأثر بالتداعيات الخطيرة للقرصنة، هالظاهرة عم تأثر كمان على مصادر تمويل عمليات تطوير البرامج وعلى المبرمجين أنفسهم، وما منقدر نتجاهل خطر الكبير علينا نحن المستخدمين، لأنه البرامج المقرصنة ممكن أنه تحتوي على برمجيات خبيثة بتمكن من بيع المعلومات الشخصية أو حتى استخدام أجهزتنا كأداة لتنفيذ عمليات إجرامية، وطبعاً دون علمنا. أما استخدام البرامج مفتوحة المصدر والبرامج الأصلية فبيأمن ضمان التمتع بالدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة لحماية أجهزتنا من الفيروسات. تابعونا بسلسلة فيديوهاتنا لنتعلم أدوات حماية أمننا الرقمي والحلول للحفاظ على خصوصيتنا الرقمية.